حمص حي القصور المعاصر 5/2/2013. آثار دمار على منازل المدنيين في الحي. حسبي الله ونعم الوكيل. هذه هي حال أبنية المدنيين في القصور نتيجة قصف قوات الأسد في هذا الحي. وهذا أحد المنازل الذي تضرر نتيجة القصف. هذا المعروف بشارع طلائع النور أو شارع الرسوم. حسبي الله ونعم الوكيل. هنا كانت تقتل مئات من الآلاف العائلات في هذه المنازل. انظر هنا كان منزل سكني، وانظر كيف أصبح نتيجة قصف الجيش الأسد. حسبي الله ونعم الوكيل.